يا سلام الله سلاما عددنا والسحاب ينصل شرف النشامى وسعينا الجناب وعزوة الهلمان قوم المراجل والحمية الرجال اللي تجمل بطيب افعالها ربعي الهلمان أهل المقام المعتلي صيتنا بالطيب والجود لا ما ينجلي مكرم الضيف ونيراننا بالطيب حية الرجال اللي تجمل بطيب أفعالها يا سلام الله سلاما عددنا والسحاب ينصل أشرف النشامى وسعينا الجناب وعزوة الهلمان قوم المراجل والحمية الرجال اللي تجمل بطيب أفعالها الرجال اللي تجمل بطيب افعالها يا لا 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 يا لا 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 الرجال اللي تجمل بطيب افعالها لابت الاشراف اسياد وشيوخ العرب اسم شامخ بالمفاخر ناصع كالذهب يشهد تاريخ قدام عصر الجاهليه الرجال اللي تجمل بطيب افعالها بالطيب تذكر وتشهد لها البرية الرجال اللي تجمل بطيب أفعالها يا لا 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 يا لا 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 الرجال اللي تجمل بطيب أفعالها أشرف علي بن حسين هذا شيخنا نومس الهلمان دايم عنده ذخرنا شيخ قولوا فعل راعي علوم ومقدرية الرجال اللي ولك عمى من يكسرون الخصوم بكل هيا الرجال اللي تجمل بطيب افعالها يا لا 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 يا لا 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 الرجال اللي تجمل بطيب افعالها نعم في خالق وفيها المفاخر تبتدي والعلوم الطيبة فيه والله ما تغادي ويا صلاتي عن النبي واله بصبح وعشيه